أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي، أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي الثانية بعد الظهر، موعدي معكم أنا منال الشريف عبر أثير ألف ألف إف إم من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم، فأهلا بكم. بالرغم من كوننا مجتمع إسلامي، نفخر دوما بكون وطننا يحتضن أطهر المقدسات الإسلامية، إلا أن بعض تصرفاتنا لا تمت للإسلام بصلة وتخلق آلاف علامات التعجب والاستفهام أمامها. هناك عشرات من الشكاوى اليومية من العمالة الأندونيسية العاملة في السعودية يتم تقديمها لسفارة بلادهم في الرياض بسبب التحرش الجنسي أو ممارسة العنف بحقها أو عدم دفع الرواتب. هذا ما كشفه الوزير المفوض في السفارة، ودون أن يكشف لنا ذلك فإننا نتلمس حولنا في المجتمع تصرفات مرفوضة تماما يمارسها البعض مع الخدم والسائقين والعمال، سواء كانت الأندونيسية وغيرها. عن هذا الموضوع نتكلم اليوم عن العنف مع العمالة الوافدة من برنامجكم السعودية اليوم. أرحب بكم أعزائي ومع ضيوفي. معي في الاستوديو الدكتور علي عبيد، المستشار النفسي والاجتماعي، ومعنا أيضا الأستاذ علي القرشي، عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة، ومعنا أيضا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عدنان الصالح. أرحب بالجميع، أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا. أبدأ بالأستاذ علي القرشي، عضو لجنة الاستخدام بغرفة جدة. بداية أستاذ علي، ما هي آخر تطورات ملف استخدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والتصريحات التي ظهرت أمس في الصحف حول الشكاوى أو كثرة الشكاوى التي تكلم عنها الوزير المفوض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لوضع العمالة، لازال معلق في إندونيسيا من قبلهم. طبعا المملكة موافقة على إعادة فتح العمل معهم واستقدام، ولكن يبدو أن هناك في أمور غير متفق عليها في الداخل في وزارة العمل. أما بالنسبة ل يعني باب العمالة الآن موقوف، هو موقوف من استخدام الخادمات، موقوف تقريبا كل الطرفين، سواء من السعودية ما تصدر تأشيرات ومن إندونيسيا ما يسمحوا باستخراج أو سفر أي خادمة. لماذا؟ لأسباب كانت العام الماضي تطورت من السابق، يعني في خلال السنتين الماضية، وكان أسبابها يعني في البداية حالة في المدينة، ثم حالة الخادمة التي تم قصاص فيها في مكة. نعم. وبعدها أوقفت إندونيسيا العمالة بهذه الأسباب تقريبا. نعم. هل تتوقع من أجل يعني حالة أو حالتين يتم إيقاف التعامل تماما من بلد من 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 الأندونيسيا بسبب حالة أو حالتين؟ يعني أعتقد أن هناك مشاكل متراكمة. يعني لا، هو حالات يعني هي ما تعطى، يعني إذا كان بالنسبة للأعداد، إذا كان يوصل إلى 0.5% يعني من العدد اللي موجود في السعودية، يعني 0.5% ولا أقل من 0.5% اللي يعني صار منهم إساءة. ونتكلم عن موضوع الإذاء للكفيل أيضا والكفيلة أو ارتكاب جريمة، حتى لو صار من الكفيل وأولاده يعني برضو كمان انتهاكات، لا ننسى أنه أيضا من الخادمات أيضا هم يستطيعون أنهم هم ينتقمون من الكفيل وأولاده وأسرته. فلذلك يعني العدد اللي بيصير من مشاكل عليهم لا يتعدى 0.5% يعني تقريبا. وهناك إثباتات يعني في الوقاية
الشائعة هذه موجودة في دوائر الشرطة وموجودة في وزارة الداخلية. الأعداد الموجودة في السعودية إذا قلنا توصل من 1.5 مليون إلى 2 مليون، إذا حادثة أو حادثتين أو 10 زي هذه لا يعني أنه ما إيقاف العمالة. هذه إذا ذكرنا أنه الأحداث نفسها بتصير في دول أخرى عليهم مثل سنغافورة أو هونغ كونغ أو ماليزيا وأيضا في داخل إندونيسيا نفسها. نعم، يعني أبرز طيب يعني أستاذ علي ملاحظاتك اتجاه الجانب الأندونيسي والتي نطالب بتعديلها. والله هو يعني أمس صرح الوزير المفوض بأنه 20 شكوى يستلمها يوميا على مكتبه من إجراء العنف، تحرش جنسي، ممارسة من العنف، الضرب وما إلى ذلك، إضافة لعدم دفع الرواتب. هو الإحصائية بالكلام بالعدد اللي ذكره الوزير يعني مبالغ فيه. نعم في موجود مشاكل ما ننكرها، لكن لا توجد بالإحصائية هذه إذا ما نظرنا إنه في خلال السنتين هذه توقفت العمالة من إندونيسيا أكثر من مرة ثم توقفت نهائي من قبل سنة، واللي غادروا السعودية ما يقارب يمكن 500,000 في خلال السنة هذه قبل رمضان أو بعد رمضان وبعد الحج. فنجد إنه العدد بالمقارنة بالكلام اللي بيقولوا إنه مو متوفر هذا ولا يوجد أعداد بالكمية هذه، بالعكس يعني إحنا نعرف لنا اتصالات معهم في السفارة في جدة غير متوفر، يعني لو كان في الشهر واحدة نعم ثنتين نعم، لكن 20 كل يوم لا مبالغ فيه، وربما إنه هو يهدف إلى شيء معين، يعني ربما إنه تشويش لاتفاقية سائرة ما بين السعودية والإندونيسيا، ربما يشوش على إجراءات تسير في دولتهم، ربما إنه هو يعني يوضح من ذلك على انتخابات معينة، يعني على إذا عرفنا إنه السنة الجاية هي سوف تبدأ الانتخابات في إندونيسيا للحكومة والرئيس وإجراءات كثيرة، فربما إنه هو يشوش على هذا يعني الموضوع. يعني ما علاقة هذه التصريحات بترشيحه في الانتخابات على سبيل المثال؟ هذا يعني ذلك شأن داخلي. طبيعي إنه كل الحكومات يعني شرق آسيا وغيرها إنه هي تتخذ العمالة هي وسيلة في الفوز في الانتخابات باستمرار، إن هم يمهدوا إن هم يعملوا أشياء جديدة للعمالة. هذا إذا عرفنا إن هناك في أحزاب عمالية طبعا في دولهم لابد إن هم واتحادات يعني، فهم مهتمين بالموضوع هذا إن هو من خلالها إنه يتم يعني تسليط الضوء عليهم وانتخاباتهم. أشكرك أستاذ علي القرشي. أنتقل أستاذ عدنان الصالح. أستاذ عدنان، يعني سأتكلم مرة أخرى بخصوص التصريحات التي ذكرها الوزير المفوض في السفارة، إنه عشرات الشكاوى يومية من العمال الأندونيسية من بسبب يعني العنف والتحرش وما إلى ذلك. هل هناك قضايا عالقة في المحاكم لدينا في السعودية ما بيننا وبين السفارة الأندونيسية توضح بالفعل وتعضد هذا الرقم؟ أولاً السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والصلاة والسلام. أولاً دائماً أنا أرغب في أن أبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد الله بأهل بيت خير ألهمهم الرفق. ولكن فيما يتعلق بقضايا وجود شكاوى، أولاً وجود الشكاوى لا يعني إدانة أي طرف دون الآخر بغض النظر عن كونه، قد تأتي يعني شكاوى يعني كما قال مثلاً أنا قد أقتنع بوجود عشرات الشكاوى مثلاً كل أسبوع أو كل يوم. يعني تتفق مع أستاذ يعني علي إنه هناك مبالغة؟ لا ما أتفق في مسألة المبالغة، ولكن أقول الشكاوى قد تكون موجودة بغض النظر عن إدانتها عن يكون حقيقية أو لا، خاصة إذا علمنا أن ويمكن أستاذ علي يعني يدعمنا ويفهمنا مسألة العدد، كم عدد العمالة الأندونيسية داخل المملكة؟ أتوقع أنها مئات الآلاف يعني كرقم، فلما تكون نسبة وتناسب 10 يعني 10 أشخاص إلى 15 شخص يعني رقم منطقي أتوقع في 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 تقديم حتى الشكوى، ولكن هذا لا يعني كذلك إدانة أي طرف دون الآخر. أما فيما يتعلق بقضايا وجود قضايا، نعم يوجد قضايا من قبل بعض العمالة الوافدة من أندونيسيا وغير أندونيسيا،
في المحاكم الشرعية، في المحكمة الجزئية، وفي كذلك المحكمة العامة، وكذلك توجد دعاوى عليهم تتعلق بقضايا أخرى ترتبط مثلا بقضايا السحر أو قضايا مثلا القتل مثلا العمد أو قضايا مثلا الاغتصاب أو التحرش حتى من قبل بعض العمالة على المواطنين كذلك. فالمسألة مشتركة خاصة أنهم يعيشون يعني بين ظهرانينا بشكل مباشر وكذلك بشكل يومي. توجد قضايا كثيرة مرفوعة في المحاكم الشرعية تتعلق بالقضايا الأخلاقية، قضايا العرض الأخلاق، أو حتى قضايا حقوقية ومالية عندما يعني تعرض مثلا مسائل السرقات المرتبطة ببعض مثلا الخادمات أو غيره، أو بعض الشكاوى المرتبطة بالسحر، وصدرت أحكام قضائية قد تدين هذه يعني العاملة أو ذاك العامل، أو قد يدين كذلك المواطن السعودي عندما يدان في قضايا أو في جرائم مرتبطة بهذا الأمر. نقطة أخرى أخيرة يعني وهي مطلب رئيس في المسألة، أهمية تفعيل وإقرار نظام حماية الأسرة من الإيذاء، هذا رقم واحد. الأمر الآخر لابد أن يكون للعاملة داخل البيت، يعني أنا أقول ليس من المنطقي ومن الحق أن يهمش وجود عاملات بمئات الألوف داخل بيوتنا لا يوجد لديهم نظام واضح وصريح. نظام العمل والعمال لم يتطرق بأي حال من الأحوال لمسائل التحرش مثلا، وكذلك نظام حماية الأسرة من الإيذاء لم يتطرق بشكل مباشر، ليس للعمالة الوافدة، نحن نتكلم بشكل ككل، بشكل ككل، ولا يعني سواء السعودي والغير السعودي بغض النظر يعني. نعم. ولكن حتى في هذه المسألة لابد أن تحدد، لكن عندما تحدد التحرش أنه المعني فيه مثلا الطفل أو الأم أو الزوج أو درجة من درجات مثلا النسب، هنا كأنك قد حيت مسألة مهمة ترتبط مثلا بالعمالة داخل العمل. فلا بد النظام أن يوضح وبشكل صريح وجود أي شخص يعني تحت ولايتك، إما ولاية شرعية أو ولاية إدارية ترتبط برب العمل ورب الأسرة كذلك. نعم، شكرا لك أستاذ عدنان الصالح. أنتقل لدكتور علي عبيد المستشار النفسي والاجتماعي. يعني يريد توصف لنا يعني كيف من يعني يقدم رب الأسرة أو سيدة المنزل على العنف بالنسبة للخدم. طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وحب أشكرك أستاذة منال على المواضيع الحساسة والمواضيع المهمة أيضا اللي بتتطرق إليها. أنا عندي صراحة ثلاثة نقاط بشكل سريع، وهي محاور أشوفها أساسية. أول شيء زي ما تفضلت وقلت أنت، رب الأسرة أو الرجل أو المرأة اللي في المنزل كيف يقدموا، ليش يقدموا على هذا، في لهم غرض في نفسهم، إيش أسباب الإقدام هذه. نعم. هذه ثاني نقطة مهمة، وإيش اللي أثر في هذه الأسباب. إذا خدنا النقطة الأولى، ليش يقوم الفرد بهذه الأعمال، وأنا أتفق مع الأستاذ عدنان، ترى في أشياء برضو أو عنف من قبل الخادمات أو من قبل السائقين على الأسرة، ويا ما سمعنا منها. نعم. فهي الحكاية من الطرفين، لكن نتيجة فعل. أوكي، النتيجة لما ليش يعني هو قادم من بلده، ها يريد إيش، يريد أن إيش، إنه يكسب مالا لكي يرجع مرة أخرى، لكن لا يعني العامل أو هذا غير إذا كان عنده مشكلة نفسية. يا سلام، هذا اللي نبغى نتطرق. نعم. له يعني الشخص كفرد لما يقوم بهذا السلوك، وعلى فكرة السلوك أو سلوكيات العنف ما أقدر أقول بدأت تنتشر، بس بدأت تظهر للسطح. أنا ما أعرف من زمان، ممكن كانت موجودة بس مكتم عليها أو مغلقة، ولكن الآن بدأت تطفو إلى السطح. فمن الأسباب إنه الشخص يقدم على مثل هذه الأمور، ترى في ناس يحسبوها إثبات للذات، يبغى يثبت ذاته، خاصة على سبيل المثال الطفل يوم يكون هو مضطهد من كل الأسرة ما حد يسمع كلامه، فبيحط، إحنا بالعامية نقول يحط حره في الشغالة أو في السواق. هذه نقطة مهمة. نعم. يبغى يثبت ذاته أنه أنا موجود ترى. نعم. أنا مع الطرف المسيطر مش المسيطر عليه، وقصص وحكاوي يعني. نعم. يعني كثيرة، وللأسف مرات بنشوفها، تلاقي حتى في المولات أو في الأسواق تلاقي البيبي أو الطفل يضرب الشغالة، يسحبها، يعاملها بطريقة غير لائقة، وإن لم تصل إلى العنف، ولكن أنا بتكلم أيضا العنف. والنتيجة العكسية لهذا الفعل السكوت، لكن لو لقينا العكس لا ممكن كان يكون هناك تدخل وقوي جدا. نعم. فهنا ما في مساواة، فهذا يسوي الفاير باك أو الأثر الرجعي. تاني نقطة، في بعضهم يعتبروها وسيلة من وسائل التعبير،
أيوة أنا أبغى أعبر عن اللي ما في داخلي، إنه هذا الشيء ما أعجبني من الخادمة أو من السائق، خليني أعبر له بعدم الرضا، سواء كان بصفعة في الوجه لا سمح الله، أو إنه أكسر له شيء، أو أطرده ممكن من البيت، أو أعاقبه. ترى في ناس يقفلوا بالمفتاح يعني كعقوبة. صحيح. في من في ناس يا لطيف بيجربوا شيء جديد، إنه دائما وبيسمع فلان سوى وفلانة سوت واتعذب، فهو يبغى يجرب. وحنشوف برضو الأسباب النفسية لهذه الشخصية ليش بدأ يجرب إذا كانت شخصية سوية. التقليد، وهنا أحب يعني أركز، فللتلفاز دور كبير جدا. يوم ما يكون الواحد يتفرج في مسلسل ولا في طريقة معينة، ويكون غرض التلفاز هنا نقد بناء، إنه بيقول لا تعملوا كده، ولكن الرسالة لم تكن واضحة، فبيقلدوا أوه سووا كده وهذا اعتدل، فبيأخذوها نوع من أنواع التقليد. وأخيرا الانتقام، في وخاصة من الأشخاص اللي بيكونوا مهضومين الحق، فبيعتبروها إنه مسألة أنا أنتقم من الشخص هذا، أنا شغال عنده، إذا كان مثلا السائق هو اللي بدأ بالعنف، أنا شغال عنده، ما عنده إيمان كافي بأنه والله هذه ربنا قسم الأرزاق، فبالتالي أنا أبغى أنتقم، هو الغني وأنا اللي محدود ماليا، فبتجي كانتقام. إذا اتطرقنا إذا للأسباب ليش تكونت هذه الظاهرة، زي ما تفضلت وقلتي في البداية، مشاكل نفسية، سواء كان عند الطفل أو عند رب الأسرة أو الإمرأة أو حتى عند السائق أو الخادمة، تكون مشاكل نفسية لسه ما ظهرت على السطح، مع مرور الأيام مع مرور الأحداث تبدأ تظهر على شكل سلوك، وحنتطرق إنه ليش ظهرت على شكل سلوك. أشكرك دكتور، حرجع لك أكيد معنا اتصال. سلام عليكم، معنا الأخ فهد من مكة، مرحبا. يا ريت تقصر الصوت أخويا فهد. نعم. يا ريت تقصر الصوت، أكون شاكر لحضرتك، تفضل. أهلا وسهلا بك. أهلا، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أخي، تفضل. فهد علي من مكة المكرمة. أهلا وسهلا بأهل مكة، أهلا بك. الله يسلمك. صراحة الموضوع جدا مثير للاهتمام، لأنه يعني نعاني منه صراحة، موضوع شغلات، وأنا صراحة يعني في صف العاملات يعني صراحة، وفي صف السفارة الأندونيسية. أخي مو معقولة يعني وصلت الأمور إلى هذا المنحى. يعني اليوم احنا نتكلم عن الناس، يعني هي ثقافة، يعني هل هي تربية؟ يعني حتى احنا لو نجي نطبق الشريعة الإسلامية حتى في أقل الحيوانات، يعني صراحة التعامل لابد يكون راقي جدا، لأنه دول في النهاية بشر مش آلة. ماذا تطلب أخي فهد؟ ماذا تطلب الجهات المسؤولة؟ نعم، أنا أتمنى يكون في خط تليفون مباشر للشكاوي بالمواضيع هذه الخاصة. نعم. يعني حقوق الإنسان لما تكون شغالة، يعني أولا ما تستحق إجازة، ثانيا إنه رواتبها ما تستلمها على الوجه المطلوب، يعني كل آخر شهر. نعم. إحنا تعودنا إن دائما نطلب من الشغالة كأنها آلة في البيت. صحيح. يعني بعدين يعني التعامل، إحنا صراحة يعني خلينا نتكلم بكل شفافية، إحنا الناس يعني نمزج الغيرة مع العاطفة مع الأشياء كثيرة، وننسى إن هذه بتقدم لنا خدمة إنسانية بغض النظر عن المبالغ يعني اللي بتأخذها. يعني إحنا لو حببنا الشغالة كأسرة، أخذنا لها هدية مثلا، أخذنا معنا في الطلعة في النزلة، ممكن تتعايش معنا. وبعدين من أنجح، أنا أتصور إنه من أنجح العاملات أو الشغالات هم العمال الأندونيسية حقيقة، نجحوا عندنا. نعم. يعني هم سلسين في تعاملهم، ناس بيقدموا خدمات نوع خدمية يعني وخدمات ممتازة. فاللي حنا يعني دائما يعني هذه ما جت كذا عابر كبير إن الشكاوي الأشياء هذه السفارة والدخلت السفارة. وصلت فكرتك يعني، وصلت فكرتك أخي فهد، وشكرا جزيلا لهذه المشاركة. أعود لضيوفي في الاستوديو، في مشاركة معي الأخ أحمد يقول لابد أن نعرف الحقائق التالية. أولا، يوجد مافيا نافذة في عدة مؤسسات حكومية وسفارات وشركات استخدام سعودية وأجنبية، تتاجر بالعمالة الأجنبية وتحصد مليارات سنويا من استخدام وتوظيف وتهريب ثم توظيف العمالة، وهي المستفيد الأول والوحيد من استمرار الأوضاع السيئة وبسبب غياب الأنظمة الصارمة، وهي التي تحارب
السعودة وإصدار قوانين جديدة يعني الإتجار بالبشر. ثانيا يقال إن الرسوم الاستخدام والإقامة والعمل ونقل الكفالة وغيرها تذهب لجيوب هذه القطط السمان ولا تذهب لبيت المال، وهذا يفسر رداءة العمالة وعدم التدقيق في مؤهلاتها وصلاحياتها الأمنية والصحية والعقلية والأخلاقية وكثرة الهروب وإهدار حقوق السعوديين عند هروب هذه العمالة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشكر الأخ أحمد على هذه المشاركة. أيضا معنا الأخ خالد من المجمع. أهلا وسهلا أخي خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. مساء الخير اختي. مساء النور والسرور، تفضل. بتشارك في الموضوع. اهلا بك يا اخي من واهل اهل بك واهل واهل المجمع، اهلا بكم، تفضل. شكرا. بالنسبه للخادمات الان عندنا في بيوتنا في معاملات سيئه من بعض ربات البيوت صراحه. نعم. في استحقار العماله. نعم. ممكن اقل شيء طبعا الاكل، بعض ربات البيوت تعطيها الاكل بايت وتحط الاكل كويس للاولاد وللبيت. نعم. هذا ما يأثر في نفسية الخادمة، يعني تخليها زي ما تقولين تحاول تنتقم بأي طريقة، عن طريق الأطفال أو عن طريق الأهل أو عن طريق أي شيء تسوي لهم. نعم. صراحة مع بعض العوائل اللي تشجع الخادمات واللي تعطيهم مكافآت. فقدنا الاتصال بالأخ خالد ولكن رسالته واضحة. أنتقل للأستاذ علي القرشي فيما ذكروا الأخوان وأيضا ما ذكروا الأخ أحمد والأخ فهد والأخ خالد. نعم. بالنسبة للأخ فهد تكلم على مواضيع يعني هامة جدا حقيقة ويشكر عليها، وهذه مهمة في وزارة العمل. والحقيقة اقترح موضوع الخط المباشر الساخن المفروض. لا، موجود الخط المباشر في وزارة العمل وفي مكاتب العمل في كل منطقة، ولكن سبحان الله يعني ربما انه حتى الاعلام يعني ما وضح اشياء زي هذه، ولو تطرق لها وسأل كان موجودة في وزارة العمل. الشيء الثاني انه بالنسبة لعقود العمالة ومساواتها هو أهم شيء يعني، وإعطاهم حقوق يعني مساواة، لكن ذي تدخل في نطاق آخر يعني حقوقي يعني عالمي، ربما إنه لازم ننتظر إنه الموافقة عليه يمكن من جهات عليا. بالنسبة لمساواتهم ورواتبهم مساواتها بالمواطن السعودي، حتى أيضا العمالة الأخرى غير العمالة المنزلية عمالة الشركات، فهي هنا فيها عقبة يعني لابد أن نعرفها، أنه هي لابد أن مساواة العمالة الأجنبية برواتب العمالة السعودية. ربما يأتي يوم يتم تحديده وتسويته مع بعض، ويتم تحديد أيضا كمان لائحة بالنسبة للخدم في وزارات المعنية اللي هي وزارة العمل أو غيرها. نعم. الأخ أحمد من المجمع ذكر نقاط، الحقيقة يعني أنا أختلف شيئا نوعا ما أنه الأسرة السعودية سيئة إلى هذا المستوى أو بالكم الهائل اللي احنا نراه. يعني احنا كأصحاب مكاتب نلمس أشياء كثيرة موجودة وأشياء إنسانية، ووصلت يعني لبعض أنه الخدم وصلوا الآن مقيمين في المملكة لهم 40 سنة مع كفلاهم، وحتى أولادهم ابتعثوا إلى شرق آسيا في دول شرق آسيا مثل كوريا واليابان يدرسون على حساب كفلاهم. ولمست أنا الموضوع هذا بنفسي، إنه هو يعني الكفيل وأسرته وغيره يعني أعداد مو واحد ولا اثنين، يعني هم اللي حول الفلوس لهم عشان يدرسوا أولاد هذه الخادمة والتي برت بأولادهم يوم ما، والتي حملت يعني والدتهم أو أحد مقعد في البيت عندهم. يعني وجود حالات إنسانية موجود كثير في الأسرة السعودية، ولكن ليست المسألة في العنف إلى هذا المستوى الذي يشوه سمعة المواطن السعودي أو الأسرة السعودية بهذا المستوى. هو يتكلم من واقع تجربة يعني رأى أمامه. ربما تحصل يعني نعم، يعني بعض الأسر لديهم يعني يمكن حتى الأسرة في نفسها في البيت يعني ربما إنهم هناك في مشاكل داخلية تأثر على الخادمة، يعني تصل الخادمة تجد إنه هي الأسرة هي مين متفقة في داخل البيت، الزوج مع الزوجة مع الأولاد مع هذه، فتلجأ إلى المكتب للخروج من هذا المأزق. في أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا هي العنف الموجه للعمالة الوافدة. وأذكر أخواني وأخواتي برقم البرنامج 02-61-611-00. معنا اتصالات، نبدأ بالأخ باسم من جدة. مرحبا.
السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا أخي باسم، تفضل. أهلا وسهلا. أنا والله عندي بس نقطتين حاب أوضحها. يعني أنا أوافق أنه فعلا الشعب السعودي ما هو للدرجة هذه أنه شعب مستبد أو نعم. أنه شعب متقاعد للعمالة الوافدة. نعم. يعني أنا كمثال عندنا شغالة في البيت من الجنسية الأندونيسية، لها عندنا في البيت الآن تقريبا فوق 18 سنة. جميل. بعمر واحد من أخواني، فنعتبرها واحدة مننا وفينا يعني. نعم. يعني حتى هي بتشاركنا أحزاننا وبتشاركنا أفراحنا. نعم. فأنا أعتبر أنه معاملة الأسرة للشغالة حتعكس ردة فعلها مباشرة سواء سلب أو إيجاب. نعم، لو كل واحد يعني يعاملهم كأنها فرد من أفراد الأسرة ما كانت نشوف هذه المشاكل. أخي شكرا جزيلا. صحيح. شكرا لك أخي باسم. نأخذ اتصال ثاني من الأخ تركي من جدة. السلام عليكم. مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أخي تركي، تفضل. كيف حالك يا أختي؟ الله يبارك. الله يسلمك، تفضل أخي. يا أختي في موضوع أنت شغلات، موضوع جيد صراحة، لكن بالنسبة أنتم في قناة الفالف صراحة دائم تبينون أن المواطن السعودي يعني أقل من الشعوب الأخرى صراحة من ناحية التعامل. أنا يعني شفت لكم أكثر من برنامج أو الضيوف اللي تجيبونهم على البرنامج دائم يقللون من قيمة المواطن السعودي صراحة للأسف. يعني السعوديين هم اللي أقل، حنا أقل، يعني حنا نتعامل مع بشر. يعني صدقيني العمال الاندونيسيين اللي جاي على السعودية أكثرهم أصحاب سوابق ومجرمين، أكثرهم كذا. ولما تقولون أنتم يتعرضون لممارسات جنسية، هم في بلدهم يمارسون الشيء ده طبيعي. ما نعمم، احنا ما نعمم، لكن أغلب الناس اللي بيجوا السعودية هنا عشان يمارسون الشيء هذا عشان دخل مادي. ولكن أخي تركي حيرد عليك. والله معليش يا أختي، معليش، يعني صراحة أنتم دائم حتى الناس تجي وتقول الشعب السعودي، المواطن السعودي، ما يصير. يعني والله احنا بالعكس، يعني احنا عايشين، يعني عندنا شغالات وعندنا جيران وعندنا اهل وعندنا وعايشين في 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 مدن، ما عمرنا سمعنا باللي يتكلمون عنه اجرام وما ادري شنو. نحن نتكلم، والله ما عمرنا سمعنا شيء. اخي الكريم، اخي الكريم، احنا نتكلم عن ما يتداول في الصحف والتصريحاتها ونناقشها لا اكثر ولا اقل، بدون وضع نقدر نقول شخصنه ايا كان. يرد عليك الاستاذ عدنان، وشكرا جزيلا اخي تركي لهذه المداخله. معنا ابو محمد. السلام عليكم ابو محمد. اهلا وسهلا. اهلا بك اخي، خير عليكم جميعا، مساء النور والسرور، تفضل. حقيقه انا اختلف مع الطرح اللي هم بيقولوه الجانب الاندونيسي او ما تقوله الصحافه. نعم. مشاكل تحدث، فاذا ما نظرنا احنا يعني زمن الاستخدام اكثر من 30 سنه او 35 سنه وربما اكثر. نعم. ايش معنى لم تظهر هذه الاشياء الا في السنوات الاخيره أو في الفترة الأخيرة؟ ثانيا أنه إذا عملنا إحنا إيجابياتنا وسلبياتنا بسلبياتهم، حتلاقين أن سلبياتهم هي أكثر بكثير جدا، ولكنها لا تظهر إلى الملأ أو على العيان. نعم. وهذه ليست إلا حيلة من حيلهم لكي يزيدوا المرتبات أو الأجور، وهم يتعذرون بأي أعذار، ربما تكون سياسية للانتخابات كما قال الأخ علي وهذا حقيقي. نعم. أو ربما إنها هي تكون مصلحة للأوطان. يعني نحن نعرف البلد هذه أندونيسيا بلد إسلامية وشقيقة، منذ 30 سنة لم يكن فيها مناطق إلا تعبانة وغير متحضرة يعني أو عشوائية، والآن أصبحت القرى مبنية و متطورة وفيها جميع الخدمات والمباني، ولم يأتي هذا إلا من العمل في الخليج وفي المملكة العربية بالسعودية بالذات. يعني نعم أبو محمد، عندما وقف الاستقدام منذ فترة طويلة في أيام سوهارت، والأخ علي يعرف هذا تماما، قامت مظاهرة كبيرة جدا من الشعب حقهم يريدون أن يأتوا إلى المملكة ويحتجوا ضد الحكومة حقتهم أو أبجاتي أو المكتب العمل بما يسمى، إنهم يريدون الحضور إلى المملكة والعمل هنا وهم ناس مرتاحين. حتى أنا لما كنت عندهم كانوا يفضلوا المملكة عن أي بلد آخر كعمالة، نفس العمالة. نعم. إنما ما يقولوا المسؤولين وما يقولوا كذا عنا وعنا، نحن شعب مسلم الحمد لله، نحن شعب نتمتع بميزات الإسلام والدين والخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما لو ينظروا حقيقة الجانب الأندونيسي وإعلامنا السعودي الحقيقي إلى
المشاكل الحقيقية اللي تطلع منهم لكانت آلاف المرات بالنسبة لما يحدث عندنا نسبة إلى العدد. نعم. وشكرا. شكرا لك أخي أبو محمد على هذه المشاركة. لدينا أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم. ألو مرحبا. فقدنا الاتصال. لا أعود لك أستاذ عدنان على ما ذكره. يعني تبدأ بأبو محمد. لا أنا ودي أبدأ بالأخ تركي يعني. نعم. أخ تركي. اتهمنا اليوم أخ تركي. لا هو ليس اتهام, هو عتاب محب إن شاء الله, ما هو مسألة اتهام, ولكن أنا أقول يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه, وما من لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. يعني مسألة يعني أذكره بقول الله عز وجل يعني ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. مهما كنا يعني شعب الحمد لله محافظ ومتدين و يعني حريص على يعني سمعة هذا البلد, إلا أن وجود بعض الأخطاء هذا لا يشفع يعني السكوت عنها, بالعكس تناقش بشكل موضوعي وبشكل سلس وبشكل منطقي لكي يعني نصل إلى يعني مراحل الكمال, وهذه سنة الله عز وجل في كل الانتقادات. النقد قد يفيد أكثر مما يفيد المدح, ولهذا تجد أن يعني من يعني من تحدث بلغة الناقد يكون فيه نوع من التقويم, نوع من التطوير, ولكن ما فائدتي يعني أن شخص يمدحني الليل والنهار وأنا إنسان مثلا فاشل. ولهذا دائما في المثل العربي السعودي يقول اتبع يعني مبكياتك ولا تتبع مضحكاتك, دائما يقولون قضية الطبطبة يعني قد لا تعالج كثير من المشاكل, بل قد يغفل عنها الكثير, وهذا نوع من أنواع النصيحة. والحمد لله سقف الحرية في المملكة العربية السعودية متاح للجميع, ويستطيع الإنسان أن يتحدث بلغة واثقة وواضحة, وهذا حتى ما ذكره معالي وزير الإعلام في التصريحات الأخيرة. نعم. الأمر الآخر يرتبط بأبو محمد وقضية يعني فضل يعني هذه البلد. الحمد لله المملكة العربية السعودية فضلها بفضل الله عز وجل على يعني كل دول العالم, ابتداء من الاقتصاد المرتبط بالبترول أو ابتداء يعني وجود الحرمين الشريفين, وهو ما هو الأفئدة, والكل يحرص كل الحرص حتى لبرواتب قليلة أن يذهب إلى هذه المنطقة يعني, وتبارك بوجود الحرمين الشريفين فيها. وهذا كذلك لا يعني بأي صورة من الصور يعني الإخلال بحقوق الآخرين مهما كانوا مجرمين أو مخطئين. ولعله ذكر مسألة أخرى ترتبط بقضية يعني المجرمين وأصحاب السوابق. هذا العتب لا أتوقع أنه يعني جدير أن يناقش هنا, ولكن لابد أن تعاتب الجهات المعنية بإصدار تراخيص الاستقدام والأشخاص وطريقة اختيارهم من أجل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا سمعنا كثير عن بعض يعني بعض الجنسيات الآسيوية التي أتت إلى المملكة العربية السعودية وهم خريجين سجون, وهذه ليست مسؤولية المواطن بل مسؤولية الجهات المعنية بالتثبت والتأكد من صحة المعلومات بشكل أو بآخر. أما ما يتعلق بقضية التحرش أو الأخطاء التي قد تقع, قد لا يسمعه, ولكن يعني الإحصائيات والأرقام تتحدث وبشكل صريح ومباشر وواضح عن وجود أخطاء وتجاوزات, وأنا أقول مهما كانت أخطاؤهم فهذا لا يشفع لنا أن نخطأ عليهم بأي حال من الأحوال, ونحن نريد أن نحافظ على حقوق الطرفين سواء كان المواطن أو سواء كان الوافد. هناك اتصال وأعود لك أستاذ علي. الأخت ريم من مكة. مرحبا أخت ريم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام, أهلا وسهلا بيكي. أهلا فيك حبيبتي. أول شيء أشكركم على برنامجكم الناجح. أهلا بيكي, أهلا وسهلا بيكي. ثاني شيء أختي, أنا حابة بس أذكر كم نقطة. ضلي. النقطة الأولى أنه أنا مستغربة لما تكون خادمة في دولة حتى لو من دول الخليج وبتسوي مشكلة بتسافر بعدين وبعدين ترجع مثلا تكون كانت في قطر وبعدين ترجع للسعودية. يعني هذا شيء حصل معي أنا. أيوة. عن طريق خدامة, يعني أنا كنت أبغى لأختي وعن طريقها وزي كذا, ولما جات شفتها يعني واحدة ثانية قالت إن هذه سوت مشكلة في قطر وكذا, كانت علاقة غير شرعية. فأستغرب إنه موجود هذا الشيء وبرضه يعني بيجون وبيشتغلون ثاني مرة. يعني ليه ما يكون في إجراء صارم إنه إذا الخادمة عملت إشكالية خلاص مفروض ما تستخدم ثاني مرة. هذه النقطة الأولى. ثاني نقطة, يعني أنا أستغرب لما ألاقي إنه مواطنة أو كفيل أو كفيلة إنه سعودية أو غير حتى سعودية بتجيب الخادمة وما بتحسن معاملتها. أنا ما أتوقع هذا الشيء, لأن أبسط شيء إحنا معانا في كل شيء, معانا بالمطبخ, معانا مع الأولاد,
يعني كيف ما تحسنين معاملتها تتوقعين انها تحسن هي. نعم. بعدين حتى لو احيانا تسوي هي تصرف خاطئ ويعني شيء ما يستوعب العقل، احيانا الانسان بيضطر يكتم الغيظ لانهم اصلا فيهم حقد مو طبيعي. يعني ممكن تزعلين من اختك توجهينها تصرخين فيها لما تكونين زعلانه، بس هي لا، تحاولين انك تكظمين غيظك عشان اولادك وعشان وعشان عشان. فكيف الان بيقال انه الشعب السعودي بيعملوا بيسووا كل القضايا هذه؟ يعني انا بالعكس احس انه ماني معاكم في النقطه ابدا. نعم اختي ريم، ونقدر لك هذه المشاركه، شكرا جزيلا. اعود للدكتور علي، يريد التعقيب نفسيا واجتماعيا، وثم ساعود لك استاذ علي القرشي. تفضل دكتور. بشكل سريع، يعني انا شايف ما شاء الله الاتصالات، وانا يعني لا فرق بين عربيين ولا عجبيين الا بالتقوى، وانا من اكبر المدافعين عن السعوديين، ولكن وقت الغلط نوقف ولازم نقول نتصالح. انا اعطيك مثال بسيط أو نقطتين سريعة. إحنا إذا ماشيين في الشارع بالسيارة وشوفوا أي سيارة بوكس، أغلبها بتلاقي حاطين معلش الخادم الخادمة عند الشنط ورا، فهذه كل الناس بتقول إحنا بنحسن تعاملهم. طيب معلش، هذه من من النقاط البسيطة اللي كنا بن بن بنشوفها من زمن طويل، سوء التعامل حتى في درجة ركوب السيارة بتكون هي محل الأغراض أو في الشنطة أو في آخر شيء. أنا اللي أبغى أقوله بشكل مختصر إنه إحنا بنتكلم في نقطة لأنها ظهرت، ومجتمعنا مجتمع متوازن، العدد البسيط بدأ يأثر فيها ويظهر للسطح. عشان كده أغلب المتصلين يقولوا أغلبنا ما بيسوي، كلنا كويسين. لا، في بعض النقاط أو بعض العوائل هي اللي بتتطرق لهذه النقطة. النقطة الأخيرة اللي أنا الملاحظة البسيطة إنه يا جماعة هذه السلوكيات تنعكس على وجود بعض المؤشرات النفسية اللي بدأت تظهر في مجتمعنا السعودي. ليش؟ ليش ما واحد من الأخوان، وإذا ماني غلطان هو الأستاذ تركي، قال ليش أو عفوا أبو محمد قال نعم. من زمان ما كنا نسمعها. صح كلامك، ما نسمعها قبل 30 سنة أو قبل 40 سنة، واللي قال عندنا خادمة 18 سنة. الظروف المحيطة بالضبط، الظروف المحيطة قبل 18 سنة مو زي الآن، الإنترنت قبل 25 سنة مو زي الآن. في نقطة كمان دكتور علي، الآن الأخت ريم عندما ذكرت أنه البعض منهم بيحقد، يعني خلينا ننقل فقط المواقع. هل تقبل منا سيدة أن تشتغل عند أي أحد وترى مثلا صاحبة هذا المنزل صحيح. تشتري ما تشاء وتنعم بالضبط. مثلا بوجود زوجها معها وأولادها، يعني النفس البشرية أكيد أنه تقول لماذا هذه يتوفر لها ولا يتوفر لي، وبالتالي نحن بيعيش معانا قد نكون البعض وليس الكل حاقدين. صح، وهذا اللي أنا قلت عليه الانتقام. نعم. الانتقام بشكل واضح، وانا ما حتى لو لم يسيئوا المعامله بالضبط يكفي نفسيا. نعم. الين لما يظهر على السلوك. برافو، هذا بالضبط اللي بيصير، بينشحن في شحن، بتشوف. نعم. معلش بتنزل سوق بتشتري بيت، بتاخذها معاها السوق، بتاخذها معاها المطعم، بتطلع فلوسها قدامها، بتلبس مصاغ، بتلبس بالزبط. ماركات بهذا وهذا لا ينفي وجود كثير من العوائل اللي وقت العيد زي ما قالوا بعض المتصلين. نعم. انه وقت العيد ترى في عوائل بيقضوا يجيبوا الكسوة للخادمات والسائقين، احنا ما ننفي وجود هذا الشيء. نعم. نعم. ولكن لانه احنا مجتمعنا كان اكبر ما يكون في استقرار، فاي سلوك نعم. غير مرغوب فيه بيظهر للسطح بشكل واضح. نعم، شكرا لك دكتور علي. أنتقل لك أستاذ علي القرشي، تعقيبك على ما ذكروا الأخوان. ويعني أبسألك سؤال أيضا، في مقابل شكاوي مثلا العمالة، وأيضا الأخوان كانوا يرفضون إنه العمالة لديهم أي مشاكل، لدينا هناك شكاوي أيضا مواطنين من هذه العمالة تبدأ بهروبهم السريع لأصحاب العمل ولا تنتهي أبدا، واتهامهم بالسحر وخلافه. يعني هل درس مثلا الجانب الأندونيسي هذا الأمر وقدم حلول لهذه المشاكل؟ أحب أوضح نقاط أول شيء يعني تطرقنا لها في البداية، وهي إيش الفرق بين السنوات الماضية ومن قبل 40 سنة ولا 30 سنة والفرق الحالي. هذه المتغيرات تغيرت كثير من 10 سنوات، من بداية 2000 تقريبا بدأ الحكومة الإندونيسية تتخذ إجراءات مع الخدم يعني تعليمهم أشياء مهمة جدا،
للاحتياط إذا وصلوا خارج بلدهم، إذا وصلوا الدول يعني سواء السعودية أو دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية. هناك فتح معهد يسمى الفي آبي، والمقصود فيه هو يعني تدريب الخدم وتلقينهم قبل سفرهم بأسبوع، وطبعا عليه مبالغ والسكن لديهم لمدة 3 أيام، وتعليمهم أنه إذا شفت الكفيل عمل كذا أعملي كذا، إذا شفت زوجته سارت كذا أعملي كذا، إذا الأولاد قاموا بأي هذا، إذا يعني حشو في داخل عقل الخادمة مجرد أنما توصل تصبح هي ملقنة بدروس وأشياء كثيرة، أنه هي توصل وهي تنتظر من البيت أي خلاف وحتى تنتقم منهم. هذا اللي مسناه بعد الإجراء هذا اللي صار. ثم إن هناك إجراء أيضا، ثم إن هناك طبعا انطلقت عندهم محطات سواء الـFM أو المحطات الفضائية قبل ما تنطلق عندنا بكثرة، يعني في 1996 كانت عندهم يمكن فوق حوالي 10 محطات كلها كانت تتكلم على هذا الموضوع، وكانت كل يوم يعني هو الشغل الشاغل في البلد وكأنه لا يوجد غير المسألة هذه اللي موجودة، لدرجة أنه صارت يعني تمثيليات ومسلسلات على المواضيع هذه، وحتى أنه أصبح حتى اللي يستقبلوها متوفية وتوفى وفاة طبيعية في المملكة العربية السعودية وتعود يستلموها من المطار ويتجهوا بها إلى سفارة المملكة العربية السعودية ويصلوا عليها ويخلوا القبلة في ظهرهم والسفارة أمامهم، وكأن السفارة هي الكعبة وكأن السفارة هي اللي قامت بالانتقام منهم. يعني كان في إجراء ضد المملكة، يعني تعبية نفسية في كل الناس والمستمعين. اللهم القلة القليلة اللي تعرف يعني المملكة السعودية وتعرف مواطنها وتعرف يعني لها علاقة كبيرة، يعني هم الذين لا يصدقون مثل هذه الأقاويل. الشيء الثاني أنه هنا عندنا الصحافة أيضا ساهمت في شيء من هذا القبيل، أو بعض المسلسلات لدينا التي أطلقت بعض السحر والشعوذة، واللي إحنا نقول يعني لا يوجد بنت عمرها 17 سنة أو 18 سنة إنه يعني هي ساحرة ومتهمة بالسحر. يعني يتصور إنه تجينا حالات مثل هذه الحالات، ورغم اللي نجد معها إنه نجد معها كتب دينية وكتب أذكار الصباح، يعني ما في موجود منها في السحر. طيب سؤال يعني أستاذ علي، يعني أليس من يعني هل ننتظر مثلا انه احنا تدافع عنهم حكوماتهم؟ يعني فين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية؟ لماذا لم تتولى الدفاع عنهم مثلا وعن حقوقهم؟ فهم في النهاية ضيوفنا وإخواتنا في الدين، ها، ويعني والمفروض ان يكون لنا دور في هذا الموضوع. احنا كنا نطالب بوجود قسم شرطة في المناطق الكبيرة بالذات، يعني زي المدن الكبيرة جدة ومكة والمدينة والرياض والدمام، منطق يعني قسم شرطة مصغر انه هو يتم يعني له اللجوء من العمالة الخدم المنزلية او السائقين، وايضا بالنسبة لحقوق المواطن انه هو يتجه ايضا لهذا المكتب حتى يستطيع انه هو يثبت حقوقه بالهروب او المشاكل اللي صارت عليه او الاعتداء. وننتظر نقول ان شاء الله انه يجي يوم من الايام نجد مثل هذه الاقسام. أستاذ عدنان، في عجالة، يعني عندما تشتكي الخادمة من تحرش جنسي من رب البيت واتجهت مثلا إلى شرطة أو إلى أي مكان أو إلى السفارة، ما هي الإجراءات؟ أولا فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسي يعتبر جريمة جنائية، يعني يعاقب عليها القانون. كيف تثبت؟ ولكن ليس مسألة كيف تثبت، بل كيف تذهب إلى مركز الشرطة أصلا. يعني لا يوجد بصراحة، يوجد شقين لابد أن نؤكد عليها. نعم. الإجراءات النظامية العملية المرتبطة مثل هذه الجرائم مفقود عند العمالة، يعني بشكل عام، يعني لو سألنا الآن مش 100,000 خادمة عند يعني وقوع تحرش، على من تتصلين مثلا من أجل أن تأخذين حقك، أو تذهبين لمن تحديدا من أجل الوصول إلى الى الى حقك؟ من المفترض بمجرد وصول الى هنا يكون هناك خطوط انها تستقبل فيها. لابد ان يكون اول شيء، لابد ان توجد جهات. يا جماعه الخير، نحن نتحدث عن عماله بالملايين. نعم. من حق يعني البلد من اجل حمايه هذه البلد ان يوجد اجهزه رقابيه واجهزه استقبال هذه الشكاوى وهذه البلاغات المرتبطه بقضايا الهروب او قضايا التحرش او قضايا الاعتداء النفسي او الجسدي او المادي عليهم.
لابد أن يوجد قنوات متواصلة مفقودة إلى الآن، لا يوجد بشكل صريح إلا إذا كانت إنسانة عاشت يعني سنوات وعلمت خبايا الأمور تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة، لكن هذه الجرائم الجنائية يعني أن هناك الكثيرين يعانون بصمت. لا، والآن أنتم تتحدثون، يعني أنا لا أعاتب الوطن، نحن أبناء الوطن ونحن لا. لابد أن نحميه، ولكن نحن نعاتب التقصير فيما يتعلق بقضية العمالة. هنا نقطة أخرى مهمة يا جماعة الخير، وهي هذا ما ظهر إلى العيان، وما ظهر إلى العيان وما خويها كان كثيرا، لابد أن يعاد النظر فيه، خاصة أنت عندما تتحدث عن رقم مفقود أو تبلغ، معنى أن تبلغ عن هروب خادمة فقدان رقم في المجتمع. نعم. وهو موجود فعلي يعيش بيننا يعني ونعيش. كذلك قضايا الهروب وغيره هي موجودة في المدن الرئيسية أكثر من موجودة في القرى والأرياف لصعوبة يعني خروجهم وتحركهم، أما في المناطق يعني الحضرية الكبيرة يستطيع التنقل أن يكون بينهم سهل، ولهذا لابد أن يعاد النظر في بعض أنظمة، وكذلك سن أنظمة تشريعية ترتبط بهذه العمالة من أجل حماية الوطن من الأخطار التي قد تقع عليهم أو منهم كذلك. شكرا لك دكتور علي عبيد، ماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ بالحلول بشكل سريع عشان أكون موضوعي، عفوا الحلول بشكل سريع. نعم. أو بعض النقاط. واحد، مخافة الله في التعامل يا جماعة الخير من كلا الطرفين. اثنين، التربية، يا الوالدين لازم يركزوا في التربية للأبناء وخاصة في الأعمار الصغيرة. المراقبة من قبل الوالدين للسلوكيات بشكل يومي ودقيق. وآخر نقطة يا للوالدين يا جماعة الخير، دائما حطوا في بالكم، تذكر إذا كنت أنت أو أنت بدل هذا السائق أو هذه الخادمة فكيف تحبي الناس تعاملك. نعم، شكرا لك دكتور علي. دكتور علي القرني، أستاذ علي القرني، بماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ أستاذ علي القرشي تفضل. أولا بالنسبة للعمل، أنا أود أنه نستغني مستقبلا، وأتمنى من الله أنه تدريجيا، وأنه صحيح أنه إحنا محتاجين وفي أسر يعني محتاجة وخاصة عندهم كبار سن أو معاقين، ولكن أما بالكم الهائل فهذا إساءة سمعة للبلد أيضا، وأصبحنا معتمدين عليهم وهم يعني أيضا يعني وجدوا رفاهية، يعني بمعنى الكلمة أقول لك إنه في خدم إنهم موجودين في بعض البيوت مجرد إنهم يعني مرفهين أكثر من إنهم في بيوتهم وعند أهليهم. نتمنى يوم من الأيام إنه يزول هذا الشيء، ونتمنى إنه يعني فيما بعد يعني لو جاءت الشركات وحلت محل الاستقدام الحالي إنه نجد ضالتنا فيها ونستغني عن الأوضاع التي إحنا فيها، وإن شاء الله الأمور هذه تنتهي على خير إن شاء الله. شكرا لك. أيضا لدينا رسالة من المستشارة القانونية بيان زهران، تقول يجب رفع توصيات لمجلس الشورى من قبل مؤسسات المجتمع المدني بضرورة وضع أنظمة واضحة صارمة جيدة والأهم تطبق. وفي نقطة أجد أنها هامة جدا في موضوع العمالة، وهي تصحيح نظام ترحيلهم على حساب الدولة، ففي أغلب البلاد يذهبون هم على حسابهم، بل ويدفعون على كل يوم هروب من الكفيل غرامة مالية أو سجن، أما لو الكفيل هو من أضر به فله الحق في التبليغ عنه ومحاسبته قانونيا. من هنا نجد أن ضعف النظام لم يحمي الطرفين وجعل المسألة عامة مشوشة عائدة لأخلاق الفرد من عدمها. وأعتقد أن مشكلة العمالة أصبحت ظاهرة لدينا وعكست سلبا علينا من نواحي اجتماعية وثقافية وحتى اقتصادية، فما ذنب الدولة تتكفل بترحيلهم على نفقتها وتصرف مليارات من أولى صرفها على أبناء الوطن. بماذا تختتم هذه الحلقة أستاذ عدنان، ورأيك فيما ذكرته الأخت بيان في عجالة؟ طبعا الأخت يعني بيان تحدثت من واقع قانوني بحت واضح وصريح، الجميع ينادي كذلك، ولكن أنا ما زلت يعني أؤكد على سن قوانين وتشريعات وتكون يعني تشريعات عملية وفاعلة، وليست مسألة تطبيقات يعني هامشية، يكون لها دور في حماية المجتمع وحماية الأفراد وكذلك حماية العمالة من أجل أن نصل بهذا الوطن العظيم إلى بر الأمان.
أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، أشكر الأستاذ علي القرشي عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة، وأشكر أيضا الدكتور علي عبيد المستشار النفسي والاجتماعي، وأشكر أيضا أخي الأستاذ عدنان المستشار والمحامي والمستشار القانوني، وأشكر مهندسة الصوت الأخت ابتسام عزام. ووصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه الساعة التي حاولنا أن نأتيكم بمعلومة ونحلل لكم الخبر ونضعكم في الصورة. هذه محبتكم منال الشريف، نتمنى لكم أطيب الأوقات، في أمان الله. أنا الموجة السعودية، أنا ألف ألف أف أم.